بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات و MVP امبركاديرو. سنكمل إن شاء الله في دروس الدلفي باك اند باستعمال الآن مكتبة مرموت للتخاطب أو إنشاء سيرفر ويب سوكت. الدرس 35، الجزء الثاني من درس ويب سوكت باستعمال مكتبة مرموت. إذا نفتح الدلفي. فقط للتذكير، عملنا الدرس الأول الذي يحتوي على شرح لويب سوكيت، يعني ما هو مرموت وبعض الأمثلة التي وجدناها في مكتبة مرموت. ولتذكير أيضا، هناك نفس الدرس قمنا به بواسطة سبرينج بوت الجافا، قمنا باستعمال شات بويب سوكيت باستعمال جافا، وأيضا في الدوت نت أيضا عن طريق سيجنال اير. إذا سنقوم الآن بنفس الشيء بواسطة الدلفي. إذا نفتح تطبيق كونسول أبليكاسيون، هذا التطبيق سنحوله إلى تطبيق ويب، ويب سيرفر يعني. هذا التطبيق كما تلاحظون هو كونسول، سأقوم بحفظه في مكان ما. إذا سأضع يعني لكي أحفظه في الجيت أو في المكان المناسب، ماي ديفلوبمون دلفي، ونختار ويب سوكيت. تلاحظون أنني قمت بإنشاء هذا من قبل. أفتح مكان آخر. سنحذف كل هذا، قمت بتجربة الكود سابقا. إذا سنحفظ هذا المشروع في هذا المكان، ويب سوكيت إن ويب أبي ويب أب. سيف، نعيد. ديفلوبمون دلفي ويب سوكيت. سنتركه بروجكت ونعمل ويب سوكيت. ويب سوكيت واحد. اوكي، هذا عبارة عن تطبيق كونسول عادي، سنحوله إلى تطبيق ويب، وذلك بإضافة بعض الأمور التي سندرجها هنا. إذا أول شيء نضيف تعريف لأحد الملفات الضرورية كي يصبح تطبيق مرموت، لابد من إضافة هذا الأنوتاسيون، هذه الأنوتيشن. أوكي، الآن ماذا سنقوم بفعله هو إنشاء سيرفر. لإنشاء سيرفر لابد من إنشاء كلاس، أو نستطيع يعني دمجه هنا في السورس الخاص بالبروجكت، لكن من الأحسن ننشئ كلاس. إذا سأنشئ نيو يونيت، سأسميها مثل ما عملنا في درس سابق الدوت نت. سننشئ مجلد هابس، هذا الهابس سيحتوي على نفس الكلاس سنستعمل بعدها سوكت. الآن سننشئ سيرفر ويب HTTP، بعدها نضيف له سوكت. أوكي، إذا الكلاس سميتها شات هب. نعمل سيف، ثم نقوم بإنشاء هذه الكلاس. أنا حضرت يعني الكود سيساعدني في عمل لصق. أول شيء سنقوم بعمل يوز لوحدة مرموت التي نحتاجها، وهي SYNSRTSOC. بعدها سننشئ في التيب، سننشئ كلاس بنفس اسم الوحدة private و public. احتاج البيبليك واحتاج سنضيف constructor و deconstructor لهذه الوحدة او destructor. سيكون public لاني سأوصل اليه من الخارج. سأبدأ ب destructor هذا أسهل. ما هو دوره؟ فقط سيقوم بعمل فري لأكبر الخط قليلا، عمل فري لأحد البروبريتي التي سنضيفها هنا. أوكي. بعدها سأعمل الكرييت، سيكون على مستوى الكونستركتور بطبيعة الحال، وفي هذا الكرييت سنقوم بإنشاء هذا
المتغيرة. إذن سنقوم بتعريف هذه المتغيرة. إذن هذه المتغيرة التي هي عبارة عن سيرفر، أريدها أن تكون سيرفر HTTP وتحمل أيضا سيرفر سوكيت. لذلك في البريفايت سأضيف F سيرفر من نوع HTTP API زائد ويب سوكيت سيرفر. أوكي، هذه الوحدة موجودة في مرموط، يعني في هذه الوحدة التي أضفناها هنا. بعدما أنشأنا هذه الوحدة نستطيع الآن عمل هكذا، وفي الكرييت سنقوم بإنشاء انستانس الأوبجكت من هذه الوحدة، يعني نعمل كرييت. إذن سنعمل هذه الكرييت، لا ندخل تفاصيل في هذه الوحدة، تجدون كل شيء في الدوكيومنتاسيون، فقط هناك بعض البارامترات لابد من التعرف عليها، لم أجد الوقت لذلك. فقط الشيء المهم هو أننا كيفية ننشئ سيرفر. أنشأت بعد ذلك أنشأت هذا بعدما أنشأت هذا السيرفر سأعمل له add URL. إذن سأقول له اشتغل على local host، لا تقبل HTTPS، إنما تعمل true هنا تقبل HTTPS. أعطي له port، يعني أين سيفتح عندما نعمل local host كتربان كتربان، هنا سيشتغل سيرفر. لكن إذا عندك port كتربان كتربان مستعمل من قبل، إنشاء غير كتربان كتربان إلى آخره، أو كتربان كتربان لوحدها، يعني لوكال أوست لوحدها. هنا ستستطيع عمل API إذا كنت تريد اسم مجلد، يعني أو اسم prefix، نقول له prefix، إضافة prefix هنا، تستطيع إضافة ما تريد. أنا سأتركها هكذا لأننا نريد فقط عمل لوكال أوست وليس سلاش كذا وكذا. أوكي، ثم بعد ذلك أقول له في الكونتنت لهذا السيرفر، مباشرة عندما تفتح هذا السيرفر افتح ضع فيه شيء. الشيء هذا سأقول له get، يعني يأتي من ميثود اسمها get HTTP request open request. إذن مباشرة بعد عندما نعمل كلوس لمستوى السيرفر سيقوم بعرض شيء في صفحة النافيجاتور، يعني على المتصفح. إذن هذا الشيء الذي سنعطيه ما يكون API JSON string إلى آخره، هناك بعض التيب يعني الموجودين. فقط أقول له سننشئ هذه الميثود، وضعت الكود. أوكي، هذه الميثود نضعها في البريفايت لأن نحتاجها بالداخل فقط، وأقول له get. كل هذا وجدته في الأمثلة، يعني تجدونها في الأمثلة. هذه الميثود فقط أقول له get HTTP request وأعمل control G، يعطيني G هي كلي C، يعطيني التعريف. وفي هذا التعريف لا أحتاج البارامتر، سأعمل نسخ لهذا الكود. إذن أقول له عندما تفتح المتصفح مباشرة، يعني الموقع عندما يفتح هذا الموقع سيفتح الصفحة اسمها اندكس، صفحة HTML اسمها اندكس HTML موجودة في ستاتيك. لابد من إنشاء هذا المجلد وصفحة HTML. إذن نضغط بزر الأيمن إضافة other عفوا web و HTML، نحفظ كل هذا، نضع مجلد جديد كما قلت سميناه static مثل ما عملنا في جافا و سي شارب أيضا، ونسمي هذه الصفحة index HTML. index HTML، كي تحصلت على صفحة index HTML هنا سنقوم بالتغيير فيها فقط، نكتب له my app web، صفحة الويب. كي بعدما أنشأنا إذن السيرفر هنا، هكذا أنشأنا سيرفر HTTP، لابد من مناداته فقط، يعني فتحه. ولذلك كما قلت هنا نعطي له content، نعطي له tip اللي هو قلت له الكونتنت سيكون من نوع HTTP. ربما هناك أنواع كثيرة، يعني تستطيع الوجود عند الضغط هنا تجدون كل ما هو، يعني ما تستطيعون إضافته. و دميل هي HTTP code error، إذا عندما يكون 500 400 403 401 إلى آخره، يعني هناك بعض الأرقام 200 معناها أنه يشتغل بنجاح. أوكي، الآن نذهب إلى Vardy Source، نذهب إلى السورس الخاص بالبروجكت
وسنقوم بإنشاء انستانس من هذه الوحدة، يعني هذه الكلاس هذه. إذن سأعمل تي create فقط، سأضعها في متغيرة نسميها سيرفر. هذه السيرفر أكيد هي نوع أو نوعها هو هذا، إذن var من هذه الكلاس اللي هي سميناها شاتيتاب. إذن لا أحتاج إلى exception، أعمل له فقط finally وأحرر هذا المتغير free. إذن عندما يتوقف السيرفر سيحرر هذه الكلاس، وبطبيعة الحال عندما يحرر الكلاس يذهب إلى source، يذهب إلى deconstructor destructor ويجد أننا حطمنا السيرفر. إذن سيقوم بتحطيم السيرفر، عندما نحطم الكلاس سيقوم بتحطيم السيرفر، إذن لا يبقى شيء لا في الذاكرة. أوكي، فقط لابد من وقفه وأعرض رسالة يعني على الكونسول. إذن عندي رسالة هنا سنعرضها، ماذا كتبت فيها؟ has server started فقط. server is started وأقول له انتظر. إذن كي أقول له انتظر لا تغلق النافذة، أبقى يعني في حالة تشغيل، أقول له read يعني انتظر أعطيك تعليمة. هذه التعليمة ستكون string مثلا as string، سميها action يعني أحسن، action أو action. هذه الأكسيون عندما أقول له كيت أو إكزيت سيقوم ب يعني نستطيع إف إكزيت إف كذا إف كذا لهذا الأنتر يعني لعملية الأنتر. أوكي، هذا كل شيء. هنا قد أنشأنا السيرفر، فقط سأضيف شيء صغير جدا، هو عندما يشتغل السيرفر سينفذ لي يعني أوتوماتيكيا المتصفح عن طريق شال إكزيكيوت، يعني طريقة نحتاجها في الديبوجاج فقط لتسهيل علينا ثم الفكر. يعني عندما تفتح سيرفر وتعرض الرسالة افتح لوكال هوست كترفا أظن أننا كتبنا كترفا شال إكزيكيوت تعرفونها، يعني شال إكزيكيوت فقط نضيف شال أبي كوحدة هي تسمح بتنفيذ ملف خارجي إكزيكتابل. هذا كل شيء، لم ننسى شيء. إذن سننفذ التطبيق، سيفتح السيرفر في الكونسول ويفتح ايضا المتصفح. هناك خطا كما تلاحظون، المفروض يعني يعطيني محتوى ال HTML الذي كتبناه مرحبا او هاي او ويب ابلكيشن، لكن كما تلاحظون عند اعمل ريفرش لا تظهر النتيجه. هذا لم اجد له حل، ولم اجد يعني لماذا يعني المشكل، وايضا الحل كان غريب. وشكرا اخي انور يعني وجد لي الحل، ساريكم الحل. نعمل كلوز ثم نذهب إلى التطبيق، هذا هو التطبيق. نحذف فقط الجروب هنا، هذا الجروب نعرف كل شيء وكل الملفات التي أنشأها جينيريك، أنا أنشأها أوتوماتيكيا فقط، هذا كل شيء. ونعيد فتح التطبيق عن طريق DPR وليس عن طريق جروب بروجكت، ونعيد التشغيل كأنه قام بجينيريت للبروجكت بطريقة خاطئة، لست أدري لماذا. المهم my app web app كما تلاحظون يعني فتحنا ملف index اوتوماتيكيا هنا، او index لا يغير شيء، HTML لا يتغير شيء. اذا تحصلنا على سيرفر ويب يشتغل على منطقة باك اند، اكيد هذا السيرفر سنضعه في ES او نضعه في اباش او نضعه حتى هكذا يعني executable يعني ملف تنفيذي في على مستوى سيرفر، يعني انتم حرين بعد ذلك. طبيعة الحال نحوله ESP او لشيء اخر. اوكي، انشانا سيرفر. الان نمر الى الدرس وهو انشاء ويب سوكيت. دائما في الكلاس نذهب الى الكلاس الخاصه بنا هنا، قلنا له انه HTTP زائد ويب سوكيت. اذا هذا عرفنا هنا HTTP، الان سنضيف لهذا السيرفر، نقول له خذ بعين الاعتبار ايضا لسوكيت. كيف يتم ذلك؟ نذهب الى هنا ونضيف له add web socket فقط، ونعطيها البورت وعلى ماذا تشتغل. add url web socket نعطيها prefix هنا socket، ونعطيها تشتغل على نفس البورت. اذا بما انه سيرفر واحد، يعني هذا سيرفر واحد وليس سيرفرين، اذا بما انه سيرفر نستطيع التغيير يعني نضع شيء اخر،
لكن بما أنه سيرفر واحد سنقوم بتشغيل الاثنين في آن واحد ونقول له لوكال هوست. أوكي، الآن فقط نضيف له بروتوكول، وهذا البروتوكول أنه نعرف له هو بارامترات، يعني مثل ملف الإعدادات الذي يقوم به في الجافا والدوت نت. هناك ملفات إعدادات، هنا أيضا هناك ملف إعدادات، نقول له ضيف بروتوكول هذا البريفيكس يكون شات هاب، يعني عندما نعمل سلاش شات هاب سيتعرف أننا نتكلم على هذا البروتوكول. هذا البروتوكول سيقبل يطلب مني أن أضيف function اسمها أو method اسمها accept، send message إذا ما استقبل رسالة، وconnect وdisconnect. أوكي، عندما أتصل مع السيرفر، هذا السيرفر سوكت، هنا لسنا نتكلم على HTTP، الآن نتكلم على سوكت. عندما نعمل يعني send message، connect، disconnect، كلها هذا الذي يتكلف بها. لذلك لابد من إنشاء كل هذه الميثودات. نحن فقط سنركز على send message لأن هذا لا يهمنا، لا نريد عمل شيء عندما نعمل connect، اتصلت مع الويب سوكت، انتهى الاتصال مع الويب سوكت، فقط نريد عمل send. لذلك نضيف بعض الأمور، هو يعني أكيد لابد من إضافة كل هذا وإلا لا تشتغل في مصطلح الخط الأحمر، يعني لابد أن نضيف كل هذه الميثودات. سنضيفها في هنا في منطقة private، وكل هذا تجدونه في الأمثلة الخاصة بمضمون مع الشرح مع الدوكيومنتاسيون المضمون. أنا ليس عندي الوقت كافي لكي يعني ندرس كل هذا، فقط نريد أن نتعلم كيفية عمل شات بسيط باستعمال send message، لذلك لن ندخل إلى هذه التفاصيل. إذن عرفنا كل هذا، سنعمل Ctrl C. إذن هنا send message ماذا تأخذ؟ تأخذ هذا الكونكت كون هذه HTTP connection والرسالة وطول السلسلة طول الخاص بالرسالة، سنشرح ذلك بعد. إذن جي عفوا ديما هي سي فوق، لا أريد أن يمشي هنا. إذن وهذه سنعملها فوق، أوكي. هذه accept، فقط نضيف له result equal to true في accept. توجد مشاكل، أوكي. في الكونكت لا نعمل شيء، لا نريد عمل ولا شيء. أيضا في disconnect لا نريد عمل ولا شيء أيضا. send message هذا هو المهم هنا. سأعمل فوق قبل المستقبل هنا. هذه سنتركهم في الأسفل. إذن عندي constructor create، كرينا سيرفر وسيرفر HTTP وسيرفر socket، دي constructor حررنا السيرفر، أعطيناه صفحة الانطلاق، وقلنا له إذا ما وصلت رسالة من الكليونت، عندما الكليونت يطلب منك شيء معين، عندما تصلك الرسالة ماذا ستقوم بفعله؟ أنا أريد أن أعمل تطبيق شات، إذن عندما أرسل رسالة إلى السيرفر، هذه الرسالة إلى أين سيرسلها السيرفر؟ إلى جميع المستعملين، يعني الجميع المتصل بالسوكت. هذا هو الدور، يعني هذا هو الدور الشات يعني. لذلك سأقول له عند مجرد ما استقبل هذه الرسالة ستقوم بإعادة إرسالها إلى جميع الناس. لذلك هناك تعليمة send message هذه receive اسمها receive، أضفت هذه annotation، ليس annotation إنما comment فقط للتوضيح أننا هذه receive عندما يستقبل السيرفر رسالة ماذا سيقوم فعله. الرسالة سميتها MSG، إذن هي من نوع كما تلاحظون pointer، و MSG size هو طول اللي هو cardinal اللي هو طول السلسلة يعني طول الرسالة. هناك تيب نحدده لابد أن يكون UTF-8 وهو يعني أكواد يعني الHTML، وعن طريق تعليم برودكاست سيقوم بإعادة إرسال الرسالة إلى جميع المستعملين. أوكي، إذن سيرفر اسم السيرفر، بروتوكول رقم واحد الذي أنشأناه لخاص بالسوكت، سيقوم بعملية send message اللي هو عن طريق برودكاست،
شكل الرسالة ستكون في UTF 8، رسالة اسمها MSG التي تصل مباشرة من هذا البرنامج. حصلنا عليها هنا عن طريق الريسيف، يعني حصلنا عليها هنا، هذه الرسالة، وهذا أيضا تحصل عليه هنا طول الرسالة. فقد قمت بإعادة الرسالة إلى جميع المستعملين. هذا كل شيء، يعني انتهينا من الويب سوكيت. سنقوم بالتنفيذ. نسينا إنشاء الكليونت، عفوا. أوكي، نذهب الآن لإنشاء الكليونت. يعني تأخر الوقت، سنضيفها في الدرس القادم إن شاء الله. الكليونت سيكون جافا سكريبت و HTML فقط. السيرفر، يعني انتهينا من السيرفر الآن، فقط عند الضغط على تشغيل سنفتح صفحة أندكس ونضيف يعني منطقة للحيازة، يعني حيازة الاسم ثم حيازة الرسالة، أو نكتب اسم الاسم الشخص الرسالة. وبطبيعة الحال ما دامها على متصفحة نستطيع فتح الكثير من الشات في نفس الوقت هكذا. الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.